اعلنت دائره التسجيل العقاري بالشارقه من خلال تقريرها السنوي لرصد حركه التصرفات العقاريه في مناطق الاماره المختلفه اعلنت ان قيمه التداولات العقاريه في الاماره قد بلغ 24 مليار و200 مليون درهم عام 2019 كواحده من اسرع المدن تطورا في العالم انضمت اماره الشارقه مؤخرا الى قائمه المدن التي احتلت المراكز العشره الاولى عالميا من حيث النمو السكاني ليشهد بذلك القطاع العقاري تطورا ونموا ملحوظا في الاونه الاخيره مما أتاح فرصة استثمارية متنوعة لدى المستثمرين وهو أمر ترصد مستوياته دائرة التسجيل العقاري في نهاية كل عام. بلغت حجم التداولات العقارية في خلال عام 2019 24 مليار درهم. وبلغت قيمة المعاملات أو عدد المعاملات 61 ألف معاملة وبلغت عدد معاملات أو قيمة معاملات الرهن 14 مليار درهم فيما تصدرت منطقة مويلة التجارية، عدد المعاملات لما تمتازه حقيقة من مشاريع تطويرية وحيوية كبرى في إمارة الشارقة تتنوع الخيارات أمام المستثمرين داخل الدولة وخارجها بحيث أصبح بإمكانهم الدخول بأريحية وثقة للسوق العقارية ويعود ذلك للجهود المقدمة من قبل دائرة التسجيل العقاري في إنجاز وتسهيل المعاملات للمستثمرين إضافة للتمويلات البنكية حيث بلغ عدد معاملات سندات الملكية ما يقارب 11,535 معاملة من مختلف مناطق الإمارة. نحن ندعم جميع المطورين في مشاريعهم التطويريه في الاماره من خلال التشريعات لخلق بيئه جاذبه وتسهيل جميع الاجراءات وتبسيطها حتى يتمكنوا من انجاز معاملاتهم في وقت او في وقت مختصر جدا. هذا واستحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر بنسبة تتجاوز 69% من العدد الكلي. تلتها المعاملات التجارية بنسبة تصل إلى 11%. فيما وصلت المعاملات الصناعية إلى 12%. وأخيراً المعاملات الزراعية وصلت إلى 3%. أما من حيث عدد العقارات المتداولة فتصدرت الشقق السكنية بواقع 1213 شقة فيما بلغ عدد الأراضي الخالية التي تم تداولها نحو 895 قطعة. تحظى الإمارة بتنوع الخيارات العقارية للمستثمرين بالإضافة إلى تقديم تسهيلات تمويلية مما يجعل الإمارة بيئة جاذبة للاستثمار العقاري. لأخبار الدار هدى سالم إمارة الشارقة حول هذا الموضوع نرحب في مركز الأخبار بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالاستاذ عبدالله الزرعوني مدير التصرفات العقارية بدائرة التسجيل العقاري حياك الله استاذ الله بداية كم بلغ إجمالي تداول العقاري لإمارة الشارقة عام 2019 لله الحمد بلغت تداولات العقارية لإمارة الشارقة لعام 2019 24.2 مليار درهم بما يزيد عن السنة التي تسبقها في 2018 بنسبة 7.3 وهذا طبعا شيء إيجابي والحمد لله جميل طيب ما هي المناطق الأكثر تداولا أستاذ عبد الله؟ بالنسبة للمناطق أكثر تداولا عندنا كانت نصيب الأسد في منطقة تجارية مويلح بحكم موقعها اللي يجذب المستثمرين لشراء العقارات في هذه المنطقة حيث بلغت التداولات الموجوده هناك 1.2 مليار درهم. نعم استاذ عبد الله تفسير تفسيرك لزياده العدد ما بين 2018 2019 عن 2018. طال عمرك اول شيء هذا نعم. الموضوع ينصب في توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ومتابعه حثيثه ومستمره من صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد ولي العهد. وكذلك كل المسؤولين القائمين على وضع القوانين والتشريعات والقرارات اللي تسهم في جذب المستثمرين لاماره الشارقه. نعم، طيب ما هي الاراضي او التداول الاكثر كان على حسب النوع؟ يعني هل كانت التجاريه ام الصناعيه ام السكنيه؟ بالنسبه للموضوع اللي ذكرته أخي ابراهيم التصنيف كان يعني نصيب الاكثر تداولا على المناطق السكنيه. مناطق السكنية تقريبا حجم التداول بالنسبة المئوية بلغت 69.4 مقارنة بالعقارات الأخرى من ناحية الاستخدام اللي هي بعدها يت بعد ذلك اللي هي تجاريه من ثم صناعيه وبعد ذلك زراعيه كاخر حجم تداول في العقارات. نعم، طيب هل هذا التداول كان فقط في اماره الشارقه ام على مستوى مدن مدن الشارقه الاخرى مثل المنطقه الوسطى والمنطقه الشرقيه وغيرها؟ نعم، كان في تداولات موجوده على مستوى المنطقه الوسطى وكذلك المنطقه الشرقيه يعني في مدينه خورفكان ومدينه كلبه ومدينه دبه طبعا احنا اقل تداول احنا ممكن نقول عن مدينة الفاضله هي مدينه دبه بحكم ندره الاراضي الموجوده فيها وهي اعلى اسعار تداول في منطقه دبه بحكم ندره الاراضي الموجوده لكن تداولات موجوده والحمد لله من افضل لافضل نعم طيب استاذ عبد ما هو تفسيرك للاقبال على هذا النوع من من العقار اللي ذكرته قبل شوي اكثر تداولا كان طال طيب عمرك بالنسبه للتداولات نحن السكنيه اكثر تداول كان عندنا بحكم ان اماره الشارقه هي اماره جاذبه للمستثمر، نحن نتكلم عن اماره الشارقه هي عاصمه الثقافه، اماره الشارقه هي منبع الادب، اماره الشارقه هي نحن بنجلس مع ال... بحكم طبيعه عملنا مع المراجعين يقولون ارغب في شراء العقار في الشارقه مع اني اعمل خارج الشارقه، بحكم اماره الشارقه هي بيئه تربي الابناء، بيئه فيها خدمات، بيئه فيها المكاتب، فيها الحدائق في كل انحاء، فهذا يجذب المستثمرين والسكان ان يسكنون في إمارة الشارقه. نعم استاذ عبد حسب تقريركم السنوي الشقق السكنيه حازت على اكبر عدد من التداول. نعم. ما الاسباب خلف ذلك؟ الاسباب طال عمرك اللي ادت الى كثره التداولات في عقار الشقانيه السكنيه نفس ما ذكرنا سابقا بحكم كثره المشاريع الموجوده في مار الشارقه نعم. وكذلك فتحنا نظام الانتفاع اللي يسمح للمستثمرين سواء كانوا مواطنين او خليجيين او حتى اجانب. نعم. إن يشترون في إمارة الشارقة، فهذا زاد تداول في عملية الشقق الوحدات المفرزة، وبلغت تداولات الموجودة 1213 وحدة سكنية في إمارة الشارقة خلال عام 2019. نعم عبد عبدالله في إمارة الشارقة لكن أين أين تركزت؟ هل هي كانت في في وسط المدينة أم على أطراف المدينة أم؟ التركيز طال نعم. عمرك الأساسي والأكثر نحن على منطقة المجاز. الواجهات البحرية، رغبة الناس كان في شراء في المنطقة هذه، بعد ذلك أتينا بعض العقارات الموجودة كشقق في منطقة الممزر. نعم، أستاذ عبد الله ختاما ما هي التسهيلات المقدمة للمستثمرين العقاريين المتواجدين في الإمارات؟ طال طيب عمرك بالنسبة للمستثمرين العقاريين الدائرة ارتأت في الفترة الأخيرة بتطبيق العديد من المقترحات اللي تم رفعها للدائرة من ضمنها اللي هي مقترح المطورين العقاريين اللي هي شبكة موجودة على الموقع الإلكتروني يسهل كثير للمستثمر، طبعا المستثمر الحين عشان يبيع عقار معين يحتاج وقت طويل انه يحضر للدائرة وغيره، فالدائرة ارتأت ونظرت ان المطور العقاري يخلص أموره هي عن طريق التواصل الخاص بالموقع الالكتروني الدائره نعم. كذلك جمعيات الملاك اللي خاصه بالمشاريع التطويريه يعني يعني لا لا يتوجب عليه الحضور الى الدائره وغيره نعم نعم يتم انهاء المعامله مباشره عن طريق الموقع الخاص بالدائره نعم جميل جدا اذا الاستاذ عبد الله الزرعوني مدير التصرفات العقاريه بدائره التسجيل العقاري في اماره الشارقه شكرا جزيلا لك حياك الله اخوي ابراهيم